في البداية نبدأ بالتحية لجمهور النادي الأهلي. إذن نحن على ميعاد مع قمة مصرية سعودية إفريقية إسيوية بنكهة عالمية، زي ما قلنا لكم وزي ما توقعنا زي ما الجميع توقع. الحقيقة النتيجة كانت طالعة من الكنترول، الأهلي في مواجهة اتحاد جدة يوم الجمعة 8 مساء بتوقيت القاهرة في ملعب أو استاد الجوهرة المشعة. والحقيقة يمكن زي ما بقول كده يمكن توقعاتي أنه اللي هيفوز بالمباراة دي، وهي مباراة نسبة الاحتمال فيها 50-50 كل النتائج يعني متوقعة، نتمناها إن شاء الله بإذن الله تأهل الأهلي على حساب الاتحاد. وسيبك وانسى تماما الشو اللي حصل امبارح من الاتحاد في مواجهة أوكلاند سيتي، كان شو متوقع، الفارق كبيرة جدا. أوكلاند سيتي نفسه لو كان بيلعب مع الأهلي في القاهرة كان الأهلي ممكن يقدم شو وعرض أقوى بكتير جدا من اللي احنا شفناه امبارح. قصة مواجهة الأهلي غير، والكلام ده مش على لساني أنا ومش عشان بنتكلم في قناة الأهلي، ده بلسان جماهير الاتحاد نفسها، جماهير الاتحاد اللي بتملك كوكبة من النجوم، في مقدمتهم طبعا كريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو، رومارينيو، كورنادو وغيرهم الحقيقة، وحتى النجوم الكرة السعودية اللي بيلعبوا في صفوف اتحاد جدة. ولكن قصة مباراة الجمعة سيناريو تاني خالص، وزي ما احنا عاملين حساب للاتحاد على أرضه وفي ملعبه ووسط جمهوره، هم عاملين للأهلي المارد الأحمر مليون حساب. النهاردة حلقة خاصة جدا عن مواجهة منتظرة ومرتقبة نتمناها إن شاء الله تليق بالكرة العربية. وخدوا بالكم أنتوا بتتكلموا على اثنين من أكبر أندية العالم، واثنين هم كبار، العميد طبعا كبير آسيا والمارد الأحمر كبير إفريقيا، فبالتالي هي قمة هتكون محط أنظار العالم كله. بالتفاصيل النهاردة هنذاكر معاكم الاتحاد ازاي بيفكر جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة في اللقاء، وازاي هيفكر مارسيل كولر في مباراة الجمعة القادمة. هنخش في كل التفاصيل، هنروح معاكم للسعودية نعرف الأجواء ونطمن على استعداد فرقتنا. يمكن التمرينة بدأت من حوالي ساعة، النهاردة كابتن خطيب كان في زيارة للفريق اتكلم مع اللعيبة، اعتقد ان وجود كابتن خطيب في مناسبة زي دي. الأهلي في كأس العالم غير، انسى الأهلي المحلي وانسى حتى كمان الأهلي الإفريقي، الدوافع غير، الظهور غير، ونتمنى كمان المستوى اللي يظهر بيه فريق الأهلي يوم الجمعة يكون غير. فاصل ونبدأ حلقتنا.